ما حكم خروج المذي في نهاية رمضان لشهوة كمداعبة الزوجة مع الجهل بالحكم ولا أعلم عدد تلك الأيام وهذا في رمضان قبل الفائت؟ الصحيح أن خروج المذي لا يبطل الصيام، إنما يبطله خروج المني، خروج المني بشهوة. أما خروج المذي فالصحيح أنه لا يبطل الصيام، ولكن يتجنب الإنسان الوسائل التي تفضي به إلى فساد صيامه، تكرار النظر ومباشرة امرأته إذا كان يخشى عليه من غلبة الشهوة، تجنب هذه الأمور، لأن الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. يترك الإنسان شهوته لأهله لأجل الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن أسباب التي تفسد صومه. نعم.